بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولكن الله تعالى إنما كتب المظالم لقوم معينين للذين غزوا في الحديبيه، لأن سورة الفتح نزلت في قفول النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبيه، لذلك سمى الله تعالى صلح الحديبيه فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه فتحا. وأما من تبعوه لأخذ الغنائم فقط فلا حق لهم فيها. وفي الآية أيضا إثبات القول لله تعالى، قل لن تتبعوا، قل هذا قول لقوله تعالى كذلك قال الله من قبل. الآية الرابعة قوله سبحانه وتعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. واتل ما أوحي إليك يعني القرآن، والوحي لا يكون إلا قولا، فهو إذن غير مخلوق. من كتاب ربك أضافه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، من كتاب ربك لإضافة الكتاب إلى الرب تعالى، لأنه هو الذي تكلم به، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين. لا مبدل لكلماته، يعني لا يستطيع أحد أن يبدل كلمات الله. أما الله عز وجل فيبدل آية مكان آية، كما قال عز وجل وإذا بدلنا آية مكان آية، المقصود به النسخ، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، يعني الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء سبحانه وتعالى من كتابه سبحانه وتعالى عن علم وحق، وليس للمجرد العبث كما يعتقد الكافرون والجاهلون. والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، أي يقولون هذا ظلما وعدوانا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنت مفتر أي كذاب، افتريت هذا القرآن وتنسبه إلى الله تعالى، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا إطراق يضرب الله عز وجل ويبطل كلامهم هذا ويصفهم بالجهل، بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى لا مبدل لكلماته يشمل الكلمات الشرعية والكونية. لا مبدل لكلماته، أي لا أحد يستطيع أن يغير كلمات الله الكونية ولا الكلمات الشرعية. أما الكونية فلا يستثنى منها شيء، لا يمكن لأحد أن يبدل كلمات الله الكونية، يعني إذا قضى الله عز وجل أمرا كونيا لا بد أن يكون، لا يستطيع أحد مهما كان أن يبدله أو أن يغيره أو أن يمنعه سبحانه وتعالى. إذا قضى الله على شخص بالموت ما استطاع أحد أن يبدل ذلك. إذا قضى الله تعالى بالفقر ما استطاع أحد أن يبدل ذلك. إذا قضى الله تعالى بالجذب والقحط ما استطاع أحد أن يبدل ذلك. وكل هذه الأمور التي تحدث في الكون فإنها بقوله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما الكلمات الشرعية فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر والنفاق، فيبدلون الكلمات إما بالمعنى وإما باللفظ
إن استطاعوا أو بهنا. وكان ينبغي للشيخ رحمه الله تعالى أن يضيف أنه الكلمات الشرعية إن استطاع أحد أن يبدلها فإن الله عز وجل يقيد لها من أهل العلم العدول من يدحض هذا التغيير وهذا التبديل. ولله الحمد والمنة، فما من بدعة توجد إلا ويقيد الله عز وجل لها جحافل أهل العلم الذين يردونها. فهذا التبديل موجود، تبديل معنى أو تبديل لفظ، تبديل لفظي، تبديل معنى في القرآن العظيم، كمثل الذين يتلون قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، يتلونها وكلم الله موسى تكليما، هذا تحريف في اللفظ، تحريف في التشكيل، ليستدل بذلك على معتقده الباطل أن القرآن ليس كلام الله تعالى وأن الله لا يتكلم، ينفي صفات الله سبحانه وتعالى. فهل أهل العلم تركوا هذا المحرف هكذا دون أن يردوا عليه؟ هل تركوه؟ لم يتركوه، وإنما ردوا عليه والحمد لله رب العالمين. كذا أيضا هؤلاء المحرفون لصفات الله تعالى الذين يقولون عن يد الله، يقولون بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، هل العلماء سكتوا لهم؟ لا، إنما بيّنوا أن هذا من التحريف، وأن هذا من التحريف لصفات الله سبحانه وتعالى. وإنما الله تعالى سبحانه وتعالى يدان حقيقتان على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، لا تشبه يد المخلوق، بل المخلوق يده على ما يليق بحاله ضعف وعجز، وأما يد الله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، مع اعتقاد التنزيه ليس كمثله شيء والسميع البصير. عندما فعل القذافي أنه يريد أن يحذف كلمة قل من القرآن، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فلا حاجة لكلمة قل، فهل أهل العلم سكتوا له وتركوه يفعل ذلك؟ إنما ردوا عليه، ومن أهل العلم من كفره عينا، الشيخ ابن باز رحمه الله كفروه وحكموا عليه بالردة بذلك الفعل. إذا ما من بدعة تظهر في دين الله سبحانه وتعالى إلا ويقيد الله عز وجل لها من أهل العلم من يردها. ولا يزال ولله الحمد والمنة في الأرض قائم لله بحجة، هؤلاء لا تخلو منهم الأرض أبدا. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وهؤلاء هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. هؤلاء لا تخلو منهم الأرض كلها، وإنما قد يوجدون في مكان دون مكان، قد يوجدون في مكان دون مكان، أما الأرض تخلو منهم جميعا جميعها لا يمكن هذا، وإنما بفضل الله موجودون في كل زمان والحمد لله رب العالمين. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى. فالكلمات هنا الكلمات الكونية والكلمات الشرعية، والكلمات الشرعية يعني القرآن، وهذا دليل على أن القرآن كلام الله تعالى. ومن الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يقص القصص لا يكون إلا قولا، فإذا كان القرآن هو الذي يقص فهو كلام الله، لأن الله تعالى هو الذي قص هذا القصص. قال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، سبحانه وتعالى
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نعم، فقصص القرآن إعجاز يدل على أنه من كلام الله تعالى ليس من كلام البشر. الذي يتدبر قصص القرآن يجد معجز، ولا يمكن للبشر مهما أوتوا من علم القصة والحكاية أن يأتوا بمثل إحكام وإتقان وبلاغة وجمال قصة من قصص القرآن. وحينئذ يكون القرآن كلام الله تعالى. كذا أيضا من اعتقاد أهل السنة في القرآن أنه منزل من عند الله، إذا القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، وأنه منزل منه سبحانه وتعالى بالحق. قال الله عز وجل: هذا كتاب أنزلناه مبارك. هذا كتاب، هذا اسم إشارة، والإشارة هنا إلى القرآن. كتاب أي مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي لأيدي السفرة الكرام ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا. مبارك يعني ذو بركة، مبارك يعني ذو بركة، فهو مبارك. من بركات القرآن أنه شفاء لما في الصدور. إذا قرأه الإنسان بتدبر وتفكر فإنه يشفي القلب من المرض. سبحان الله، فعلا الإنسان مجرد أن يقرأ القرآن بتدبر وتمعن، تتحرك نفسه مع القرآن، يذهب من صدره أي شيء، أي شيء، أي شيء يجده في صدره، أي مرض من أمراض القلوب، حسد، غل، البغضاء، الشحناء وغير ذلك، يذهب من قلبه سبحانه الله، ولا يجد طاغيا على قلبه إلا أعمال الإيمان، فيجد إخلاصا، محبة، خوفا، ومهابة وهيبة لله سبحانه وتعالى، ويجد صدقا، توكلا، نابة لله سبحانه وتعالى، رغبة في فعل الخير، كره الشر والمعاصي. فهذا بمجرد أن يقرأ الإنسان القرآن بتدبر، بمجرد ما يقرأ القرآن بتدبر يجد القرآن شفاء لما في صدره. وقد قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والشفاء أيضا بدني، يعني ليس شفاء روحي فقط، وإنما شفاء بدني أيضا. فسورة الفاتحة رقي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للقوم: وما أدراك أنها رقية. سورة الفاتحة رقية يعالج بها من الأمراض. وكذا إن قرأ الإنسان القرآن بنية الشفاء شفاه الله سبحانه وتعالى، لكن المدار على ما في القلب، المدار على ما في القلب من يقين. فهل أنت تقرأ القرآن بيقين أنه شافي معافي، أم تقرأه بالشك؟ بعض الناس يأتي ويشكو ويقول: أشعر بمس المدينة. أقول له: اقرأ سورة البقرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطرة، يعني الصحراء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يقول لك: ما أنا جربت. بس الكلمة أنا إيه؟ جربت. أنا عايز يقول أنا جربت وما لقيتش إن هو إيه؟ إن هو شفاء، وأنه يجعل هذا الجن الذي بي يفر. وهذا طاقة القلب. فلو أنه قرأ القرآن باعتقاد وبيقين أن القرآن شافي وأنه كافي وأنه رقية، وقرأ البقرة بهذه النية لخرج
لعافاه الله عز وجل، لعافاه الله سبحانه وتعالى من ذلك، لكنه ايه؟ انه يقرأ تجربة زي ما يكون بياخد برشام بيجرب، لكن لو قرأ القرآن عن يقين لأذهب الله عز وجل ما يجب. هذا الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقول إن ابن أخي عند استطلاق البطن عنده إسهال، فقال له صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، فجاءه فقال يا رسول الله إن بطنه قد زادت استطلاقا، قال اسقيه عسلا، فجاء في المرة الثالثة واشتكى قال اسقيه عسلا، صدق الله كذبت بطن ابن أخيك، صدق الله وكذبت بطن ابن أخيك. إن القرآن شفاء، ربنا بيقول عن العسل عسل نحل، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، صدق الله سبحانه وتعالى. فلو أن العبد يقرأ بيقين وبتصديق أن الله سبحانه وتعالى سيشفيه لأخرج الله عز وجل الداء من جسده. وقد قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ومبارك أيضا في اتباعه إن به صلاح الأعمال الظاهرة والباطنة. نعم، السعادة في اتباع القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، يعني يطبق القرآن على نفسه، يهتم بأمره ويتدايق ناهيه. فلو العبد منا أخذ القرآن بهذه الصفة لعاش سعيدا. لماذا؟ لأن الواحد منا في كثير من الأمور تصيبه الحيرة، ماذا يفعل في الموقف الفلاني؟ ماذا يفعل في الموقف كذا وكذا؟ فلو كان متبعا للقرآن لهداه الله عز وجل إلى الحكمة وإلى الموقف الصحيح السليم في عند هذا الاشتباه. ومبارك أيضا في آثاره العظيمة، فقد جاهد المسلمون به بلاد الكفر، لأن الله يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به يعني به الضمير يعود على القرآن، وجاهدهم يعني جاهدهم بهذا القرآن جهادا كبيرا. والمسلمون فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بهذا القرآن حتى ملكوها، ولو رجعنا إليه لملكنا مشارق الأرض ومغاربها كما ملكها أسلافنا، ونسأل الله ذلك. وهذه حقيقة، هذه حقيقة، ونأخذ من هنا فائدة مهمة جدا، أنه ينبغي على الدعاء أن يتكلموا بالقرآن، أن يتكلموا بالقرآن. كلما كان نصيبك من القرآن أكثر كانت حجتك أقوى. وإذا كلمت الناس بكلام الله كان أشد أثرا وأشد اقتناعا لهم. فاجعل كلامك كتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشعر فإنه يستخدم منه كما يستخدم الملح في الطعام، يعني لا بأس أن الإنسان يحفظ ما حسب من الشعر، لكن ليس همه في الدرس أو في الخطبة أن يلقي على الناس شعراً، وإنما همك أن تربط الناس بكتاب الله. هي دعوة إلى إيه؟ دعوة تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى كتاب السنة. إذا فأنت تريد من الناس أن يلتزموا بالكتاب والسنة، وأن يقتربوا من الكتاب والسنة، وأن يعملوا بهما. إذا فليكن إكثارك وأكثر استشهادك لآيات الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش إن أنت تكثر من الشعر. الكلمة ثلاث أرباعها شعر، هل أنت عايز تقول للناس شعر؟ ولا
واللي عايز تقول للناس من آيات الأحاديث تشرح لهم من آيات الأحاديث، لا بأس أن الإنسان يستخدم في كلامه الشعر، لا بأس، لكن كالملح في الطعام. الحكمة من الشعر الذي يستخدمها تعظيما لكلامه، لكن دي لا تكون أصلا. وهكذا كان طريقة السلف، ولذلك نجد من أهل العلم من ينكر على المتحدثين بالآيات والأحاديث أن يكثروا من استخدام الشعر في كلامهم، وإنما دائما تكلم بالآيات وتكلم بالأحاديث واربط الناس بالآيات والأحاديث، لأن هذا هو أصل الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن مبارك في أن من قرأه فله بكل حرف 10 حسنات، فكلمة قال مثلا فيها 30 حسنة، هذا من بركة القرآن. فنحن نحصل خيرات كثيرة لا تحصى بقراءة آيات مجيزة من كلام الله عز وجل. والحاصل أن القرآن كتاب مبارك، فكل أنواع البركة حاصلة بهذا القرآن العظيم. والشاهد في قوله أنزلناه وثبوت نزوله من الله دليل على أنه كلامه. والآية الثانية قوله سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل من أقصى ما يكون، والحجارة التي منها تتكون الجبال هي مضرب المثل في القساوة. قال الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد رأوا الآية، من بعد ما رأوا الآية قلنا اضربوه بعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. بعد ما شافوا الآيات اللي حصلوها ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد ما رأوا الآية. هذا الرجل الذي قتل ولم يدرى من قتله، فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة، وبعدين في الآخر خالص فقلنا اضربوا بعضها، ضرب هذا الميت ببعض بجزء من هذه البقرة فقام حيا، أحياه الله عز وجل. ثم سألوه من قتلك؟ فقال فلان. ثم رجع ميتا كما كان. شوفوا الكلام ده بعينهم صلى الله عليه وسلم، رأوا هذه الآية بأعينهم. بعدها المفروض تلين قلوبهم، سبحان الله، تخشع قلوبهم، لا تزدادت قسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني أشد قسوة من الحجارة. ولو نزل هذا القرآن على جبل، سبحان الله، لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. خاشعا يعني ذليلا ساكنا مطمئنا، ومن شدة خشيته لله يتصدع تصدعا، يتفتت ويتفتق. يعني هذه الحجارة التي نجدها تقع من الجبال، هذا من خشية الله، هذا من خشية الله، من خشية الجبل ربي سبحانه وتعالى. وينزل على قلوبنا، وقلوبنا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله تضمر وتقصد، لا تتفتح ولا تتقبل. فالذين آمنوا إذا نزلت عليهم الآيات زادتهم إيمان، والذين في قلوبهم مرض يعني شك نفاق تزيدهم رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله. ومعنى ذلك أن قلوبهم تتصرف وتقسو أكثر وتزداد رجسا إلى رجسها، نعوذ بالله من ذلك. وهذا القرآن لو أنزل على جبل تصدع الجبل وخشع لعظمة ما أنزل عليه من كلام الله.
وفي هذا دليل على أن للجبل إحساسا لأنه يخشع ويتصدق، والأمر كذلك، والأمر كذلك يعني له إحساس، كما قال صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه. إذا إحساس يحبنا، هذا إحساس. وبهذا الحديث نعرف الرد على المثبتين للمجاز في القرآن والذين يرفعون دائما علمهم مستدلين بهذه الآية: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يقول: كيف يريد الجدار؟ يريد الجدار والذي يريد، يريد أن ينقض، أن يقع، يسقط. فنقول: يا سبحان الله، العليم الخبير يقول يريد أن ينقض وأنت تقول لا يريد، أهذا معقول؟ فليس من حقك بعد هذا أن تقول كيف يريد. وهذا يجعلنا نسأل أنفسنا: هل نحن أوتينا علم كل شيء فنجيب بالقول بأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلا؟ فقول من يعلم الغيب والشهادة، من يعلم الغيب والشهادة يريد أن ينقض، لا يسوغ لنا أبدا أن نعترض عليه فنقول لا إرادة للجدار ولا يريد أن ينقض. وهذا من مفاسد المجاز، وهذا من مفاسد المجاز، لأنه يلزم منه نفي ما أثبته القرآن، وهذا من مفاسد المجاز لأنه يلزم منه نفي ما أثبته القرآن. طبعا لغة العرب لمن يعرفها يعلم تماما أن الأصل في الكلام الحقيقة. فعندما أقول مثلا زأر أسد، زأر أسد، فكل من رأى الأسد من أهل العربية يعلم أن هذا الأسد المقصود به الأسد حقيقة أم المقصود به المجاز؟ افهمي، الأسد حقيقي، زأر الأسد. طيب لو قلنا زأر أسد في ميدان المعركة، زأر أسد على المنبر، أسد هنا يفهم منه أسد حقيقي الذي معلوم في لغة العرب أم أن المقصود به المجاز؟ المجاز. والمجاز المقصود هنا يعني ما يجوز في اللغة، فالمقصود به هنا مثلا الجندي المقاتل في المعركة، والمقصود به مثلا الخطيب المفوه الفصيح في على المنبر، هذا المقصود. هذا ما يجوز في اللغة، دي من أساليب العرب المعروفة تماما، المعروفة تماما في لغتها. أما هؤلاء الذين قالوا بالمجاز يريدون أن يبطلوا كلام الله سبحانه وتعالى وأن يحرفوه، فيقول لك يا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، يقول لك يداه هنا مجاز يعني خلاف الحقيقة، يداه هنا مجاز. وفي كل شيء أصلوه بعقولهم ما يخالفه من نصوص يقولون عنه مجاز، فأرادوا بذكر المجاز هنا إبطال آيات الله سبحانه وتعالى، أرادوا به ذلك. ومعلوم أن لغة العرب، لغة العرب أن كلمة يد في لغة العرب لها أكثر من معنى الذي يفسره من السياق. مثلا أقول فلان له يد عندي، فلان له يد عندي، فلان مد يده إلي، هل كلمة يد في الجملتين دول معنى واحد؟
يا أهل اللغة، انت اللغة العربية انا كلكم بتكلموا عربي، لما اقول فلان له يد عندي واقول فلان مد يده الي، يد في الجملتين دول بمعنى واحد؟ لا طبعا. مد يده الي يبقى مقصود بها ايه؟ الجارحة بإيد. طب فلان له يد عندي مقصود بها النعمة والمعروف، النعمة والمعروف. هنا الكلمة السياق هو ايه؟ هو اللي بيحدد المعنى. طب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول بل يداه مبسوطتان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. سبحانه وتعالى تيجي تقول لي لا النعمة، طب ربنا يقول بل يداه ده مثنى، هو النعمة دي النعمة دي مثنى نعمتين ولا نعمة واحدة ولا نعم كثيرة جدا؟ فدل ذلك على أن هذا من أبطل الباطل، وإنما فلان زأر عن المنبر ده جائز في اللغة، يجوز في اللغة، لأن كل من سمع هذه الجملة علم أن المقصود به الخطيب الذي خطب، وأننا نشبهه بالأسد في جرأته في سطعه بالحق مثلا. هذا هو الذي يفهم العرب من كلامهم، مش محتاجين نقول ده مجاز وغير مجاز، لا، انما ده المفهوم من اساليب العرب. لذلك من اهل العلم قال لا مجاز في القران، مش حاجه اسمها مجاز اللي هو اللي هم بيتكلموا بيه، لان لغه العرب لم تاتي بذلك، انما لا تاتي بذلك. والذي يفهم اساليب العرب لا يقول بهذا الكلام. فمن مفاسد المجاز انه يقول انه يرد على الله سبحانه وتعالى قوله، ربنا يقول يريد ان ينقض وانت تقول لا مجاز، يعني ايه يا عم مجاز؟ مجاز يعني خلاف الحقيقه. ربنا هو اللي بيقول يريد ان ينقض بتقول لي خلاف الحقيقه. أليس الله تعالى يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ هل لما كل شيء يسبح، كل شيء في الكون يسبح، يسبح لله سبحانه وتعالى، هل تسبح بلا إرادة؟ يقول تسبح له، اللام للتخصيص، تسبح له يعني له خاصة، إذا هي مخلصة، تسبح له يعني مخلصة. ممكن واحد يصلي يصلي لله ويصلي للناس عشان الناس تقول عليه كويس، لكن هي تسيب أقول لك يصلي لله. طب تسبح لله، تسبح له، إذا هي مخلصة في تسبيحها، تسبح لله وحده. وهل يتصور إخلاص بلا إرادة؟ إذا هي تريد وكل شيء تريد، لأن الله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأظنه لا يخفى علينا جميعا أن هذا من صيغ العموم، إن نافية بمعنى ما، ومن شيء نكر في سياق النفي، إن لا بأداة استثناء، يسبح بحمده، إن النافية بمعنى ما وإن لا استثنائية، ده من أساليب العموم. يعم كل شيء. فيا أخي المسلم إذا رأيت قلبك لا يتأثر بالقرآن فاتهم نفسك، لأن الله أخبر أن هذا القرآن لو نزل على جبل لتصدع، وقلبك يتلى عليه القرآن ولا يتأثر. أسأل الله أن يعينني وإياك. وذلك ليكن هم كل واحد منا ذلك، متى أتأثر بالقرآن، متى أبكي من خشية الله، متى أعي عن الله، ده همك، مش همك تخلص، همك وانت بتقرأ انت متأثر ولا لا، قلبك متأثر بما تتلوه أم لا. وهذا يحتاج لتربة وممارسة، لتربة وممارسة. أول مرة هتحس بصعوبة، ثاني مرة تخف الصعوبة، ثالث مرة هتلاقي نفسك لما تيجي تقرأ القرآن تشعر ب
هذا الخشوع، هذا الخشوع وهذا هذه الطمأنينة وهذه السكينة وهذه الرحمة وهذه البركات التي جعلها الله سبحانه وتعالى ملازمة لكتاب الله تعالى. عندما يعني تذكر هذه الآية نذكر بقوله صلى الله عليه وسلم نقيق الضفدع تسبيح، نقيق الضفدع تسبيح. كنت لسه معدي مكان كان أصوات الضفدع سبحان الله ما بينتهيش، صدق عايز واحد يحب يسمعه قوي، لان ده شيء اخبرنا عنه النبي عليه الصلاه والسلام من خلق الله الذي يسبح الضفدع، نقيق الضفدع تسبيح. فاقعد كده مفيش نفس، الصوت ده مستمر مستمر لا ينقطع، مستمر لا ينقطع، يعني حتى مش بياخد نفس، ده مستمر تسبيح لله تعالى سبحانه وتعالى هو له أهل. فنشعر ولا شك أننا مقصرون جدا في حق الله في ذكر حمده وتسبيحه سبحانه وتعالى وعبادته سبحانه وتعالى وشكره حق شكره سبحانه وتعالى. ف يعني لابد ان احنا نجعل سمعنا نظرنا عبرة بما يزيد إيماننا، بما يزيد إيماننا. قوله سبحانه وتعالى أيضا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، القرآن منزل الله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس. وجبريل عليه السلام قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. القرآن نزل بالحق بالصدق والعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. القرآن من بركات القرآن أنه يعطيك الفصاحة ويعطيك قوة الحجة وأسلوب المحاورة والمناظرة. يعني شوف دي شبهة، شوف ربنا بيرد عليها ازاي، ربنا بيرد عليه ازاي. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، ده ايه؟ دي شبهة باطل ينشرونه، يصدون الناس عن سبيل الله بقولهم هذا القرآن كلام بشر. لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، هذا لسان عربي مبين. اللي انتم بتشيروا إليه ده الرسول صلى الله عليه وسلم خد منه القرآن، ده رجل أعجمي. قالوا كان رجلا اسمه ذر أو اسمه يعيش كما ذكر ابن إسحاق، كان يبيع عند جبل المر، وكان مولا للحضرمي، مولا يعني ليس عربيا، لا يتكلم لسانه بفصاحة زي بالظبط كده لو واحد أجنبي جه عاش بلدنا وبيبيع ويشتري، ليه بيتعلم لغة العرب إيه؟ لغتنا اللي يعرف يرد ليه بس، يقول لك شكرا، السلام عليكم، العبارات دي زي ما واحد راح عاش في بلد أجنبي فبيحاول يحفظ العبارات الأجنبية يستخدمها فين؟ في الرد والكلام. طب دوت انتوا شايفينه لا يتكلم العربية إلا بمشقة شديدة جدا، وهذا القرآن الذي أمامكم نزل بلسان عربي مبين.
مبين في نفسك ومبين لغيرك، قمة الفصاحة والبلاغة، وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة. وتحداكم الله عز وجل أن تأتوا بمثله فلم تستطيعوا. فإزاي تقولوا إن ده كلام بشر؟ إزاي؟ شوف شوف الربط. كلمات معدودة مفحمة. كلمات معدودة مفحمة. كلمات معدودة مفحمة تبهت هؤلاء ولا يستطيعون معها الربط. وهذه هي قوة الحجة في المناظرة، أن الذي يناظر ويحاول لابد وأن يدرس جيدا، يحاول أن يتعرف من عمق الدراسة كيفية الرد القوي جدا المفحم لمن أمامه. إزاي من أول ضربة توقعه؟ إزاي؟ إزاي إن أنت تجيب له سؤال أو تجيب له جواب ينقطع، ما يكملش معاك دقيقة، ما يكملش معاك خمس دقايق. هو ده أسلوب الحوار وأسلوب المناظرة. فشوف القرآن، بص ربنا بيقول عليه إزاي؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. شوف كم كلمة، كم كلمة، رد مفحم جدا. وهذا تتعلم من القرآن ومن الردود على الباطل الذي كانوا يثيرونه. يقول قوله عز وجل: وإذا بدلنا آية مكان آية. بدلنا يعني جعلنا آية مكان آية، وهذا إشارة إلى النسخ المذكور في قوله تعالى: ننسخ من آية أو ننسها، نأتي بخير منها أو مثلها، سبحانه وتعالى، لأنه الفعال من يريد سبحانه وتعالى. فالله سبحانه إذا نسخ آية يعني أزلها، جعل بدلها آية، سواء نسخ لفظها أو نسخها حكما. يعني في آية منسوخة لفظا مش موجودة في القرآن، زي الشيخ والشيخات إذا زنيا فارجموهما البتة، دي كانت آية نسخت إيه؟ لفظا، ولكن بقيت حكما. وفي آية نسخت حكما وبقيت لفظا، يعني موجودة في كتاب الله تعالى بلفظها لكن حكمها منسوخ. لقوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى ايه؟ الحول غير اخراج. هذه نسخت لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن ايه؟ اربعه اشهر وعشرا. فالآية دي نسخ دي اللي هي 14 عدة الوفاء 14 أيام، كانت الأول إيه؟ سنة، فنسخت من سنة ل 14 أيام. يبقى دي مع أنها تتلى، هذه الآية تتلى، ولكن نسخ حكمها. وقوله تعالى: والله أعلم بما ينزل. هذه جملة اعتراضية، وهي من أحسن ما يكون في هذا الموضع. والمعنى أن تبديلنا للآية بدل الآية ليس سفها وعبثا، بل وصادم عن العلم بما يصلح الخلق، فنبدل آية بمكان آية لعلمنا أن ذلك أصلح للخلق وأنفع له. وننسها في قراءة ننسأها، ننسأها، والنسأ بمعنى التأخير. يعني إيه؟ هناك آيات في القرآن قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. فماذا كان الجواب؟ كان الجواب بأن أجاب عن شيء من كلامهم وترك شيئا، فقال سبحانه: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ولم يقل ولا
ولا أتى بقرآن غيره. لماذا؟ لأنه قد يأتي بتبديل من عنده، وإذا كان لا يمكنه تبديله فالإتيان بغيره أولى بالامتناع. فالمهم أن الذي يبدل آية مكان آية سواء لفظها أو حكمها هو سبحانه وتعالى. قوله تعالى عن قولهم إنما أنت مفتر، الجملة جواب وإذا بدلنا آية. قوله إنما أنت، الخطاب هنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، مفتر أي كذاب، بالأمس تقول لنا كذا واليوم تقول لنا كذا، هذا كذب. إنما أنت مفتر يعني افتريته من عندك. لكن هذا القول الذي يقولونه إذا أتياني بآيات مكان آية هو قول سفه، ولو أمعنوا النظر لعلموا علم اليقين أن الذي يأتي بآيات مكان آية هو الله سبحانه، وذلك يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. لأن الكذاب يحذر غاية الحذر أن يأتي بكلام غير كلامه الأول. الإنسان الكذاب، ولذلك الكذاب تعرفه من تناقض كلامه، من تناقض كلامه. فلو تدبرت في كلامه لوجدته متناقضا، فيعرف كذب من تناقض كلامه، لأنه يخشى أن يطلع على كذبه. فلو كان كاذبا كما يدعون أن ذلك من علامة الكذب، ما أتى بشيء يخالف الأول، لأنه إذا أتى بشيء يخالف الأول على زعمه تبين كذبه. بل إتيانه بما يخالف الأول دليل على صدقه بلا شك. ولهذا قال هنا سبحانه بل أكثرهم لا يعلمون، وهذا إضراب إبطالي، بل لحف إضراب، بل إضراب للإبطال، معناه بل لست مفتريا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولو أنهم كانوا من ذوي العلم لعلموا أنه إذا بدلت آية كان آية، فإنما ذلك دليل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى قل نزله روح القدس أي جبريل عليه السلام، فالإضافة هنا إضافة تشريف ومنك، فجبريل عليه السلام عبد من عباد الله، وأضافه الله عز وجل تشريفا له، فله مكانة. من ربك بالحق، ووصفه بذلك لطهارته من الخيانة عليه الصلاة والسلام. إن القدس بمعنى الطهارة، والقدوس هذا اسم الله سبحانه وتعالى بمعنى المطهر المنزل. ولهذا قال في آيات أخرى إنه لقول رسول كريم لواسئ مجدين في قوة عند العرش مكين يعني له مكانة، مطاع يعني بين الملائكة، ثم أمين، وهذا مدح له أنه أمين. من ربك، ولم يقل من رب العالمين، إشارة إلى ربوبية الخاصة، ربوبية الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ربوبية أخص خاصة، لأن الله سبحانه وتعالى رب المؤمنين، فهي ربوبية خاصة، ورب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي أخص خاصة. وقوله بالحق، إما أن يكون وصفا للنازل أو المنزول به، فإن كان وصفا للنازل فمعناه أن نزوله حق، وإن كان وصفا للمنزول به أي جاء ما جاء به حق. قال الله سبحانه وتعالى وبالحق أنزلناه، إذا ده نزول، نزول بالحق، وبالحق نزل، فالقرآن حق وما نزل به حق، يعني عدل وصدق. ليثبت الذين آمنوا، لم يتعليم وديت ثمرة عظيمة، يثبت الله الذين آمنوا بالقرآن ويمكنهم من الحق ويقويهم عليه، وهدى وبشرى للمسلمين، هدى يهتدون به، ومنارا يستنيرون به، وبشارة لهم يستبشرون به. بشارة لأن من عمل به واستسلم له كان ذلك دليلا على أنه من أهل السعادة. قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر للجنة،
ولهذا ينبغي للإنسان أن يفرح إذا رأى من نفسه الخير والثبات عليه والإقبال عليه، يفرح إن دي بشارة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث أصحابه قال: ما منكم من أحد إلا وقد أوذي مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: أفلا ندع العمل ونتكل؟ طب خلاص كل شيء فرغ منه، نعمل به. قال: لا، لا تتركوا العمل، اعملوا. فكل ميسر لما خلق له، كل واحد ميسر لما خلق له. من خلق للجنة يسر لعمل أهل الجنة، من خلق للنار يا ذنب الله يسر لعمل أهل النار. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى يا النار. فإذا رأيت من نفسك أن الله قد من عليك بالهداية والتوفيق والعمل الصالح ومحبة الخير وأهل الخير فأبشر، فإن في هذا دليلا على أنك من أهل اليسرى الذين كتبت لهم السعادة. ولهذا قال هنا: وهدى وبشرى للمسلمين. قوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. التعبير هنا بالفعل المضارع الذي يفيد التأكيد تجدد الاستمرار، ولم يقل سبحانه لقد علمنا، قال ولقد نعلم، لأن هذا القول متجدد، يعني سيقول الأفاقون والأفاكون ذلك القول دائما باستمرار: إنما يعلمه بشر. إلى الآن وجد من يقول هذا القرآن منحول. منحول يعني منحول، يعني أخذ من كلام الناس ثم نسب إلى الله كذبا عياذا بالله. وهذا الكلام قاله من يسمى بعميد الأدب العربي، وكان له رسالة دكتوراه في ذلك. وسبب نزول هذه الآية أن قريشا قالت: إن هذا القرآن الذي يأتي به محمد ليس من عند ربه، وإنما هو من شخص يعلمه ويقص عليه من قصص الأولين، ويأتي ليقول لنا هذا من عند الله. أعوذ بالله. ادعوا أنه كلام البشر، والعجيب أنهم يدعون أنه كلام البشر ويقول له ويقال لهم أتوا بمثلي فلا يستطيعون. طالما كلام بشر، طب ما أنتم بشر وأنتم أعلم من ذلك الأعجمي. وقد أبطل الله افتراءهم هذا بقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. يلحدون يعني يميلون، اللحد بمعنى الميل. يلحدون يعني يميلون، لأن قولهم هذا ميل عن الصواب بعيد عن الحق. والأعجمي هو الذي لا يفصح بالكلام ولو كان عربيا، يعني لو إنه هو بيتكلم باللسان العربي لكنه لا يفصح فيقال أعجمي حتى وإن كان يتكلم العربية. والعجمي بدون همزة المنسوب للعجم، وإن كان يتكلم بالعربية. فلسان هذا الذي يلحدون إليه أعجمي لا يفصح بالكلام العربي، كما ذكرنا، ذكر إسحاق المغازي أن اسمه جبر، أو ذكر غيره أن اسمه يعيش، وكان مولى عيش بيه، يعني كان عبدا ثم أعتقه سيده على أن تكون الولاية لسيده عبد الحضرمي أو الحضرمي. وكان في لسانه رجمة لا يتكلم بالكلام العربي. وأما القرآن فالله تعالى قال: وهذا لسان عربي مبين، يعني بين في نفسه مبين لغيره. فالقرآن كلام عربي وأفصح الكلام، كيف يأتي من هذا الرجل الأعجمي الذي لسانه لا يفصح الكلام؟ والشاهد هو قوله تعالى: والله أعلم بما ينزل. وقوله تعالى: قل نزله، قل نزله، والزيادة في المبنى زيادة في المعنى، يعني لما يكون في زيادة في مبنى الكلمة يديني زيادة في المعنى. في فرق بين أنزل ونزل، يبقى نزل في زيادة في المبنى، يبقى كتب الله عز وجل أنزلت جميعا جملة واحدة، أما القرآن نزل فهو نزل جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا.
ثم نزل بعد ذلك مفرقا، عشان كده نزل. حتى شوف التشديد التضعيف ازاي لما تسمعه يديك معنى ايه؟ التفرقة. نزل يديك معنى التفرقة. نزل مفرقا على مدار 23 سنة. نزل، قل نزله، يعني نزله ايه؟ على مدار 23 سنة. قل نزله روح القدس من ربك وهذا لسان عربي مبين. كل هذا يدل على ان القرآن كلام الله تعالى منزل من انجيل. الشيخ ابن عثيمين هيجيب الآية اللي بعدها اختصرها بسرعة ان شاء الله. يقول قوله تعالى ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. فالفائدة التي يتكلم عنها الشيخ هنا ان العبد اذا آمن بآيات الله هداه الله. ده شرط. إن صدقت بآيات الله هداك الله. يعني أنت لو مصدق بآيات الله يبقى عندئذ لما نقول الجدار يريد أن ينقض، أنت مصدق بآيات الله، يبقى فيها إيه لو الجدار ربنا بيقول الجدار يريد أن ينقض؟ الجدار له إرادة والإحساس، فيها إيه؟ صدق، مش ربنا يقول كده أنا مصدق، أنا مؤمن. يبقى أي حاجة ربنا يخبرني عنها أنا مؤمن بيها خلاص، أنت الموضوع عندي بالنسبة لي سهل خالص. بس اهم حاجه ان انت ايه؟ تصدق وتؤمن اولا. طب اللي ما بيؤمنش ربنا ما يهدوش. ان الذين لا يؤمنون بايات الله ايه؟ لا يهديهم. يبقى اللي يؤمن ربنا ايه؟ يهديه. يبقى انت تؤمن وتصدق تجد سبحان الله كل ما اخبر الله عز وجل به على صدرك بردا وسلاما. يقول ما نستفيد من الايه؟ أن القرآن تكلم به رب العالمين فيوجب لنا ذلك تعظيم هذا القرآن، ده كلام ربنا. نعظم هذا القرآن، نحترمه، نمتثل ما جاء فيه من الأوامر، ننتهي ونترك ما فيه من النواهي، نصدق ما جاء فيه من الأخبار سواء عن الله تعالى أو عن مخلوقاته السابقة واللاحقة. هذا والله تعالى أعلم.